بداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه العصبة الاحترافية تحدد موعد الدربي الرجاء والوداد. وحددت العصبة الاحترافية يوم 22 مارس الجاري البرمجة مباراة الدربي بين الرجاء والغرين التقليدي برسم جولة 21 منافسات البطولة الوطنية. وكشف مصدر مسؤول أن العصبة الاحترافية مازال ما حددتش بعد توقيت إجراء الدربي في انتظار اتضاح الرؤية بخصوص شهر رمضان، إذ في حال تزامن موعد المباراة مع أول أيام الشهر الفاضل فغيتم إجراءها في العاشرة ليلا. يشال أن الفريق الأخضر كيحتل حاليا المركز الرابع برصيد 33 نقطة بفارق 10 نقاط على الصدارة، مع العلم أن قبل مباراة الديربي غيحل ضيف على فريق حسنية أكادير قمة الجولة 20 منافسات البطولة على الساعة 8:30 ليلا. الرجاء الرياضي يسعى الى تاهيل لاعب مميز قبل قمه حسنيه اكادير، وفي التفاصيل كيسابق الطاقم الطبي لفريق الرجاء الرياضي الزمن من اجل تاهيل اللاعب اسماعيل المقدم للمشاركه في مواجهه حسنيه اكادير غدا الاحد برسم الجوله 20. وكيخضع الطاقم الطبي لفريق الرجاء اللاعب مقدم للعلاجات اللازمه لتاهيله باش يكون جاهز للمشاركه في المباراه المقبله للنصر الخضر، مع العلم انه كيشكل ثنائيه مميزه رفقه جمال حركاس. واكد اللاعب مقدم في شريط فيديو عبر الصفحه الرسميه لفريق الرجاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه خضع الفحص الطبي وعرض اصابته على طبيب الفريق، وضاف ان النتائج جيده وانه كيخضع للعلاج باش يكون جاهز للمشاركه في المباراه المقبله ضد الفريق السوسي. بتدخل من الحكماء البدراوي يتراجع عن الاستقالة من رئاسة الرجاء، وقرر عزيز بدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي الاستمرار في مهامه داخل النادي والتراجع عن الاستقالة. وأكدت عدة منابر أن البدراوي تراجع على قرار الاستقالة من منصبه بعدما تدخلوا الحكماء بقيادة الرئيس السابق محمد أوزال وقنعوه بالاستمرار. وأقدم محمد أوزال وعبد السلام حانات على إقامة مأدوبة غداء إلى جانب عزيز بدراوي رئيس النادي أحد أفخم الفنادق المتواجدة بمنطقة بوسكورة دور أمس الخميس. وشهد اجتماع حضور كل محمد أوزال وعبد السلام حانات وباقي حكماء الفريق الأخضر، بحيث جاء ذلك لمحاولة إقناع البدراوي للعدول على تقديم استقالته وعدم ترك الفريق وسط موسم كروي مليء بالاستحقاقات المحلية والقارية. وتعرض رئيس الرجاء لضغوطات كبيرة مباشرة بعد إعلانه على استقالته من منصبه في العصبة الاحترافية، إذ تم اتهامه بتحريض الجماهير الرجاوية باستعمال الشعبوية. وأكدت عدة مصادر أن رسائل الكورفا سود زعجات الناس اللي توجهت لهم مدفعهم صب غضبهم على رئيس النادي. وختمت المصادر ان مكونات النادي الاخضر متخوفه على مستقبل الفريق في البطوله، خاصه انه تعرض للظلم في مناسبات عديده. الجامعة الملكية تحسم اليوم رسميا في اعتراض الرجاء على اولمبيك اسفي. وحددت الجامعة الملكية اليوم الجمعة موعد الحسم في الاستئناف للتقدم به فريق الرجاء الرياضي بعد رفض اللجنة التأديبية طعن في مشاركة اللاعب سليمان المراني في مباراة الفريق الاخضر امام اولمبيك اسفي. وكشفت عدة منابر ان لجنة الاستئناف التابعة للجامعة غتحسم اليوم الجمعة في القرار النهائي بخصوص استئناف الرجاء القرار اللجنة المركزية لتأديب الروح الرياضية، والقاضي برفض شكاية الفريق الاخضر حول مشاركة سليمان المراني في مباراة نصر اولمبيك اسفي. وكانت ادارة الرجاء طالبت الجامعة الملكية بتأجيل موعد جلسة الاستئناف اللي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة الماضي من اجل اعداد كافة الدفعات للدفاع عن الفريق. بعد مليارين ونصف الاتحاد العربي يهدد الرجاء والوداد بغرامة 250 مليون سنتيم، وكينص قانون المنافسة البطولة العربية على ضرورة مشاركة الأندية اللي غتنافس على لقب النسخة المقبلة بالفريق الأول واللاعبين الأساسيين. وكشفت مصادر مسؤولة أن الاتحاد العربي وضع غرامة مالية كتقدر ب 250 مليون سنتيم لكل فريق كيتعمد المشاركة في البطولة بالفريق الثاني، وذلك لضمان نجاح النسخة المقبلة وضمان متابعة جماهيرية كبيرة. وكيحرص الاتحاد العربي على وضع شروط وقوانين كتضمن مشاركة أبرز الأندية العربية لضمان نجاح النسخة المقبلة للبطولة، خاصة بعد النجاح اللي شهدته النسخة السابقة واللي توج الرجاء بلقبة في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بعد ما فاز في النهائي على اتحاد جدة السعودي. ووضع الاتحاد العربي غرامة مالية أخرى كتقدر مليارين ونص سنتيم على الأندية العربية في حالة انسحابها من المشاركة في نسخة الملك سلمان بعد ما وقعوا الفرق عقد المشاركة الرسمي، وغيكون على أندية الرجاء والوداد والجيش الملكي المشاركة بكامل العناصر الأساسية في مباريات البطولة العربية لتفادي أداء غرامة 250 مليون سنتيم.
رسميا الرجاء يعير احد لاعبي الى فريق بالدوري الفنلندي، واعلن فريق هاكا الفنلندي على تعاقد رسميا مع لاعب فريق الرجاء الرياضي الميدي بوكاسي على سبيل الاعاره لنهايه الموسم الكروي الجاري، وبذلك غيحمل اللاعب الرجاوي قميص النادي الفنلندي لنهايه الموسم بعد ما مشاركش رفقه النسور خلال الموسم الجاري، مع العلم ان الصفقه كانت مهدده بالفشل قبل ما يستجيب الفريق الفنلندي لمطالب الرجاء بخصوص مبلغ الاعاره. واكد مهدي بوكاسي في تصريح النادي الفنلندي ان وكيله اقترح عليه الانتقال الفريق هاكا وانه قبل بذلك رغم انه كان بامكانه البقاء رفقه النادي الاخضر. كتجدر الاشاره ان مهدي بوكاسي ما لعبش رفقه الرجاء خلال الموسم الجاري بعد التعاقد معه خلال مرحله الانتقالات الصيفيه الماضيه. فايبرز يقيل مدربه قبل مواجهة الرجاء الرياضي. وفعلا لخصم الرجاء بعصبة الأبطال الإفريقية أعلن فريق فايبرز الأوغندي رسميا على إقالة مدربه البرازيلي روبرتو بيانشي من تدريب الفريق، وذلك على بعد أيام قليلة فقط من مواجهة النسور الخضر لحساب الجولة الخامسة من مجموعة دوري أبطال إفريقيا. وقرر فايبرز إقالة مدربه بعد ما تأكد رسميا خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد فشله في تحقيق الانتصار خلال المباريات الأربعة السابقة في دور المجموعات واكتفاءه بتعادل واحد كان أمام حولية كوناكري. يشار أن فريق الرجاء غيحل ضيف على فايبرز الأوغندي يوم السبت 18 مارس المقبل لحساب الجولة الخامسة. الرجاء يعلن رسميا استدعاء دوليا لهذا اللاعب الطوغولي، وتلقى روجياولو لاعب فريق الرجاء الرياضي دعوه رسميه من اجل التحاق بمنتخب بلاد الطوغو للدخول في معسكر تدريبي قبل خوض مباراتين مبرمجتين. وغيخوض المنتخب الطوغولي مباراه مهمه امام نظيره بوركينا فاسو في 24 مارس الجاري بمدينه مراكش حسب ما كشفت عليه بعض التقارير الطوغوليه، بينما غيجري لقاء اخر امام نفس المنتخب في 28 مارس الجاري. ومن جهته سبق الرجاوي اولو وقال في تصريح صحفي الى تمت المنادات عليا للمنتخب الطوغولي غنكون جزء منه وغندافع على القميص حيت هو حلم بالنسبه ليا انني نخوض كاس افريقيا للامم خصوصا في البلد اللي تولدت فيه. يشال ان اولو تم استدعاؤه لحمل قميص منتخب طوغو في اربع مناسبات سابقه كانت اخيره في 15 من شهر نوفمبر 2021. يذكر ان اولو انضم للنسور الخضر في فتره الانتقالات الصيفيه الماضيه بموجب عقد كيمتد لثلاث سنوات، وذلك بتوصيه مدربه السابق في الاتحاد المونستيري التونسي وزير بنزرتي. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لبنا.